بالنسبه للعمليه نتاع اليوم تدخل في البرنامج العام للعمليه نتاع التعقيم كل المناطق والاماكن العموميه والساحات والمؤسسات العموميه، وبالتالي سطرنا برنامج في هذه العمليه. بدينا تقريبا الاسبوع الماضي عقمنا المدارس الابتدائيه لانتظار الدخول المدرسي ليوم 4 نوفمبر، واستمرت العمليه اليوم، واليوم بدينا الانطلاقه الكبرى المنتهجه من طرف المديريه العامه للامن الوطني في مجابهه فيروس كوفيد 19. قامت مصالح امن المقاطعه الاداريه دراريه التابعه لامن ولايه الجزائر بمشاركه السلطات المحليه في عمليه تعقيم واسعه النطاق لمختلف احياء وشوارع بلد المقاطعات الاداريه دراريه.